السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي على قناة عبد الرؤوف 89 في درس جديد من دروسكم على القناة. النهاردة إن شاء الله رب العالمين تحديدا هنتكلم في الأوتوكاد، وهنتكلم عن توزيع الإضاءة في الكاد وإزاي أوزعها وإزاي إن أنا أستفيد بتوزيع الإضاءة من غير أستخدم دايلوكس. في البداية بحب أشكر طبعا باشمهندس محمد عماد، تعب معايا جدا في إعداد الحلقة ديت، برضه بشكر باشمهندس حمدي أنور، هو راجل محترم جدا بيفيدني معلومات كتير قيمة، الباشمهندس محمد عزت، الناس دي كلها ناس كويسه جدا ربنا يبارك فيهم جميعا. ان شاء الله رب العالمين هنتكلم النهارده ازاي ادخل لسب على الكاد. لسب قلنا ان هو عباره عن امر مش موجود في الكاد اصلا، انا ببدا ادخله احمله على الكاد بحيث استخدمه امر. الامر اللي هنستخدمه النهارده اسمه امر الار اكس، وهو امر توزيع للكشافات لحجره معينه او مكان معين انا بعمل له توزيع. هنتكلم دلوقتي ندخل على الكاد، ده الكاد بتاعي حضرتك، عايز ادخل اللسب اللي هو الار اكس، بعمل ابلود لي يعني اي بي هقول له انتر، يقول لي عايز تحمل ايه، هقول له الفايل ده، انا هعمل دبل كليك واقول له لود، هيقول لي الار اكس دوت لسب سكسسفلي لودد، خلاص كده انا حملته اقدر استخدمه معايا. صار لو انا معايا مثلا ده كده مثلا حجره وعايز اوزع فيها الكشافات بتاعتي، اعرف بس الاول الحجره بتاعتي ديت ابعادها قد ايه وابدا اعرف انا هستخدم فيها كم كشاف. تمام، انا افترض ان هي محل، فهاخد اللوكس بتاعها 300، ده برنامج بيحسب لي كان محتاج كم عدد قد ايه من الكشافات. اللينث اللي هو ال الطول بتاعي 7 متر، في الويدث مثلا 5، طول في عرض 7 في 5 في 3 متر ارتفاع. تمام، ده دخلته، الحاجات دي ثابته معايا موجوده عشان القانون. النمبر اوف لامب بير فيكشر هنقول 1 وده كشاف، وبالتالي هاخد اللامب فلوكس ده للكشاف كتوتال، هدخل مثلا على الكتالوج بتاع فيليبس ابص الاقي مثلا نوع الكشاف ده اللي هو السنتوره ده احنا شايفينه ده، ونجيب منه اللي هو الليموناس فلوكس اللي هو 3510 ده بيقول لك التوتال لامب فلوكس، ولكن هو حاطط ديفيوزر او ديستريبيوتر من النوع سي 5، فبياخد الرقم ده يضربه في اللايت اوتبوت ريشيو في الريشيو دي عشان يديله الرقم ده، فباخد الرقم ده هو 3510 احطه هنا والكليك كده 3510 اليوم، وبمجرد ما اضغط هنا كده هيقول لي انت محتاج قد ايه، فقال لي والله لا انت محتاج 4 في 2 4 كشافات كروز صفوف و2 بالعرض، لو النت الاكشوال لوكس دخلت 300 حضرتك عايز تعمل 7 في 5 نقول ال لاين. طبعا احنا معانا كورس اوتوكاد ونعمل فانكشن اف 8 عشان مش خط مستقيم، 7 انتر. تمام، ونمشي كده في 5 انتر، طبعا تكون مظبط وحدات حضرتك بالايه بالميتر من امر يونت. تمام ادي الغرفه بتاعتي، عايز ارسم بقى كشاف السنتوره اللي هو المستطيل ده. طيب كشاف السنتوره ده معروف 60 في 60 60 سنتي في 60 سنتي، هنا نقول 6 من 10 في 6 من 10 كده، عملت الايه الكشاف بتاعي او رمز الكشاف بتاعي، هعمله بس سنتر كده علشان اعرف امسكه من حته معينه، ده الكشاف بتاعي هعلمه بس واعمله بلوك عشان يبقى حته واحده معايا، لازم يبقى معايا كبلوك حته واحده. علمته قلت له بي، قال لي اعمل لي بيك بوينت هتمسكه منين، هقول له من النقطه دي مثلا واقول له اوكي. لازم ادخله منين من الاول، مهمه جدا، هسميه مثلا او 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 لامب ال، سميه ال كده، انا سميت البلوك بتاعي. هكتب بقى انا دلوقتي دخلت الليسب اللي هو الار اكس، هكتب في الكوماند بار هنا ار انتر، بيقول لك فيكس بلوك نيم، دخل لي اسم البلوك بتاعي، اسم البلوك يا فندم انا مسميه دلوقتي ال انت، بيقول لك فيرست كورنر، فيرست كورنر اللي هو ده. تمام، قال لك السكند كورنر قول له ده. تمام كده، نمبر اوف كولومز، نمبر اوف كولومز يعني كده اللي هم هيبقوا كام، هنرجع تاني اللي هو ده الاكسل، نمبر اوف كولومز اللي هو على الطول كام، 4 والتاني 2 والروز 2، هنقول هنا كده 4 انتر ونمبر اوف روز 2، بيقول لي الانتر روتيشنال زيرو روتيشنال انجل، في زاويه دوران ولا حاجه، لا والله ده كده يبدا ايه يوزع معايا الكشافات بتاعتي. تمام كده يا جماعه، تمام، يبقى انا كده النهارده اتعلمت ازاي ادخل لسب على الكاب، ازاي استخدمه اوزع الاناره بتاعتي من غير الدايلوكس، ازاي احسب عدد الكشافات اللي انا محتاجها من خلال برنامج اللي هو الاكسل ده. لو حضرتك استفدت من الفيديو من فضلك لايك للفيديو،
ولو حاسس ان في حد ممكن يستفيد شير دعاء وظهر الغيب. ولما تبدأ اول مرة تشوفنا ممكن حضرتك تعمل سبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.